وفجأة اصطدم نيزك عملاق بالأرض وأدى إلى انقراض الديناصورات. ها؟ ما هذا؟ ربما هو نيزك. هاي ريكس، انهض، لن تصدق ما حصل. ماذا حصل؟ يجب أن تنهض، أظن أنني رأيت نيزكا. ماذا؟ يجب أن أخبر زوي، سوف تفاجأ. هيا ارتدي ثيابك. عسى أن يكون خيرا. إلى ما يرمز هذا؟ إلى فريق دي، ولهذا أقسمت مال يمين، وفريق دي متخصص بالمغامرات، صحيح؟ أجل، إلا إذا بدأت المغامرة قبل الفطور. ستبدل رأيك عندما نجد ذلك النيزك. حسناً، آمل أن أجده قريباً لأنني جائع. أنا أيضاً جائعة ماكس، وأشعر أننا نمشي منذ فترة طويلة لكننا لم نجد أي... انظرا هناك. هذا غريب، ماذا حدث لكل هذه الأشجار؟ انظرا إلى تلك الشجرة، قلت لكما لابد أن النيزك سقط هنا. كن حذرا ماكس، قد يكون خطرا. الأشياء الخطرة المتفجرة هي اختصاص فريق دي، صحيح؟ دي تعني درب الخطر. أجل، وأحيانا تعني داء الغباء. واو، ما هذا الشيء؟ يبدو أن فيه مفتاحا للضوء. أنا وجدت شيئا أيضا، لكن يبدو أنه رمز الريح. هذا واحد آخر، ربما يحمل رمز العشب. هاي، أتساءل ماذا يفعل هذا الشيء؟ ماذا يجري؟ لا أعرف. هاي، انظرا إلى هذا. ماذا؟ أليس هذا ديناصورا نباتيا؟ وعلى الورق الرمز نفسه الذي على الحجر أيضا. ماذا؟ ربما هذا يعني أن نجمع الاثنين سويا. لقد عاد إلى الحياة. إنه غاضب. أنت فعلت هذا، عاد إلى مكانه. ولكن لا أعرف كيف. حاول أن تعكس ما فعلته من قبل. إنها فكرة جيدة. ماكس اهرب. أين ذهب؟ لست متأكداً، ولكن أظنه رجع إلى الورق. مستحيل، كيف؟ ربما كان مجرد صورة مجسمة. هذا مستحيل، ما أطاح بكل تلك الأشجار ليس صورة مجسمة، ذلك الديناصور حقيقي. لكن كيف حصل ذلك؟ بواسطة هذه؟ توقف، ذلك قد يعيده ثانية. لا بأس، أنا ذاك أعيده مجدداً. كم هو ظريف. هاي أيها الظريف. لماذا عضضتني؟ اغرب عني. إنه يحبك أو يريد أن يأكلك. لا، إنه نباتي. حقا، ولكن اسمي ليس عشبا، إنه ماكس. تمهل. لا تعضني. يبدو أنك حصلت على فرخ ديناصور، أليس هذا رائعا؟ تقصد هو حصل علي. Thank you.
يكتمل مدرج الديناصورات هذا يكون تحقق هدف الأخير. أجل، واسم الدكتور زي سيذكر في التاريخ. ستهتم بذلك صحيح أد؟ ذكرني ثانية كيف يلفظ. إنه الدكتور زي، نكتبه بحرف زي أيها الأبله. حسنا، أهو حرف كبير؟ بالطبع. بأي حال، لما يوجد تيرانوسور واحد هناك، أنا أريد أكثر من ذلك. هذا كل ما استطعت إدراجه في الحاسوب. إذا نقترح أن تعمل وقتا أطول. أنا لا أريد أن أصبح ملكة تيرانوسور. أعرف ما تريد، تريد أن تصبح ملكة كل الديناصورات، صحيح؟ نعم، هذا صحيح، ولكن لا أريد أن أكون مجرد ملك، بل سأكون الملكة فعلا. سأكون ملكة كل الديناصورات. سمعت أنه يجب أن تكون ديناصورا لتصبح ملكة كل الديناصورات، أتعلم؟ من قال؟ أرسلة. ربما يجب أن توقفيه الآن، لا أعتقد أنه يستمتع بذلك. نجدة، لا تأكلني، أنا مجرد جلد وعظام. اذهب إلى إد، إنه يكفيه، يمكنه أن يطعم أربعة أشخاص. اذهب إليه، أرجوكم أن نجدة فليساعدني أحد. لا أريد أن أكون عشاء ديناصور. يا ويلي يا نجدة. أي ابتعد عني. لماذا تضحكون علي؟ لا أعتقد أنه يوجد ما يضحك. أخبره أنت. ما المضحك في الأمر؟ يبدو أنك ستواجه مشكلة مع هيلجا. الأفضل ألا ترى هيلجا هذا وإلا. كنت أمزح معك، أنت لطيف. هاي اترك لحيتي. بيتيري يظن أن لحيتك قطعة قماش تصلح للمضغ. حقا، ليس كذلك. توقف فورا. لماذا لا تختار أحدا بحجمك دكتور زي؟ هيا اترك تيري الصغير وشأنه. دكتور زي، أنا مستاءة جدا، تعرف هذا ليس جانبي المفضل. أي جانب تفضلين إذن؟ أفضل الجانب الأيسر على جانبك الخلفي. أما بالنسبة لكما رود ولورا، هل أنهيتما دروسكما؟ لا. إذن أدخلا وأكملاها. حسنا. ستكون النقانق جاهزة بعد 20 دقيقة. نعم، 20 دقيقة. نقانق مجددا، إذا أكلت منها مرة أخرى قد أنفجر. نقها أو نقانقها. ربما تكون هيلجا غريبة الأطوار، لكن لديها ميزات حسنة أيضا. إن لم تظهرها لكم فهذا لا يعني أنها ليست جيدة. لقد رأينا ما يكفي من هيلجا اليوم. أرجوك، رأيت ما يكفيني طوال حياتي. الآن مساء الخير دكتور زي. عزيزي سيف، كيف تجري أعمال التصليح في آلة الزمن؟ إنها تسير على ما يرام، لكن اكتشفت أني بحاجة لبعض القطع. يبدو أن علينا أن نطلبها جاهزة. نحن عالقون في فترة زمنية مختلفة. أجل، هذه نقطة مهمة، لكن نحتاج أن نجد أوراق ديناصور التي تبعثرت عندما تحطمت آلة الزمن تلك. حسناً، ماذا أرى هنا؟ هل سبق أن استعملتها على تيري؟ ماذا تقصد جدي؟ هذه ليست لعبة، هذه آلة معقدة خاصة بالأطباء. ماذا يعني هذا؟ تم العثور على ورقة يا جدي. عرفت أنها ستعمل، فلنذهب ونجد تلك الورقة. حصريا على stardima.com. أتريد القول أنه ديناصور حقيقي؟ نعم، تشامب فعلا حقيقي. هل قلت تشامب؟ ماكس أطلق علي هذا الاسم لأنه يفرم كل ما يقع بين أسنانه. إذن الورقة تحولت إلى ديناصور، وما فائدة هذه الورقة؟ لا أدري، وجدتها مع ورقة تشامب، ألا تعرفها أنت؟ كيف يفترض أن أعرفها؟ لأنك خبير في الديناصورات أبي. صحيح، وقد ظننت أنني أعرف كل شيء. هذه أول مرة أسمع أن الديناصورات الصغيرة تخرج من الأوراق. الحقيقة كان في حجمه الطبيعي. هل أنت تمزح؟ أين هو الآن؟ لا عليك أن تعبث بهذا الشيء فيكبر حجم تشامب، انظر. حسنا، أدر ذلك المفتاح الصغير قليلا. هذا المفتاح؟ لم يحصل شيء. متأكد أن هذا ما فعلته؟ دعني أرى. ماكس، إلى مكانه.
اكتشاف ضخم، فلنبقي الأمر سرا بيننا. لا تنطقوا بكلمة، إذا انتشر الخبر سيتسبب نوعا ما بالفوضى، مفهوم؟ حان موعد الفطور. مرحبا زوي، لم أعرف أنك هنا. نعم وصلت للتو. ومن هو هذا الصغير الظريف؟ إنه تشامب. إنه كلب فريد من نوعه. أجل، لقد لحق بماكس إلى البيت. ما رأيك الآن، هل نحتفظ به؟ لا بأس بذلك، لكن أنت ستعتني به ماكس. سأفعل أمي. حسنا، فلنتناول الطعام قبل أن يبرد. زوي، يمكنك الانضمام إلينا. شكرا. هل سنبقيه سرا على أمي؟ أجل، لفترة قصيرة. الورقة على مسافة 1500 ميل من هنا. إذا حان الوقت للبحث عن أول ديناصور. عصابة ألفا، استعدوا للسفر. أحضروا تيري معكم، ستحتاجون إلى قوة الزواحف للقبض على ذلك الديناصور. هيا لا تخيبوا أملي، اعتمد علينا. عصابة ألفا. إدخال البيانات وانتظار إدخال المستخدم. استخلاص الحجريات جار الآن في المحطة 2098. هل من جديد في جهاز الترجمة ريز؟ لا شيء، لكن نأمل أن يفك هذا الجهاز كل رموز المخزنة في الرقاقة على ذلك الحجر. لكن ما الذي يجعلك تعتقد أن أفكار الديناصور مخزنة هناك؟ أي جزء من بحثك أوصلك إلى هذا الاستنتاج؟ يسعدني أنك سألت ريز. أقدر هذه الحجارة، وجدت منذ 65 مليون سنة تقريبا، عندما انقرضت الديناصورات. تحاليل تشير أنها تبعث بعض الوعي. يبدو أن عقول الديناصورات قد ضغطت بطريقة ما في هذه الحجارة لحظة انقراضها، ثم وضعت في رقاقات بهدف تفكيكها لاحقا. لا أعرف من صممها، لكن الرقاقات تحتوي على نظام يحول الديناصورات إلى أوراق. هذه إحدى نظرياتي. ريز، لم تعجبها الفكرة. الوجهة فوقنا مباشرة، استعدوا للصعود. هيا. حاضر كابتن. لم أكن أصعد بعد. لحسن الحظ أنها مستأجرة. أنتما محظوظان، استأجرتها على حسابي. أمسك. أحسنت تشامب. ماكس محظوظ جدا بظهور تشامب. أجل، لقد انسجما معا، سيصبحان صديقين عزيزين. ربما لأن ماكس هو الذي وجده. أجل، أظن ذلك، وورقة تشامب تعمل فقط في الحجر الذي وجده ماكس أيضا. أتساءل ماذا قد تفعل حجارتنا. كنت أفكر بهذا. أحجارنا ليست مرفقة بورقة معها. هي، ربما لأحجارنا أوراق بتصاميم متطابقة لكنها فقدت. ماذا في الماء؟ ما هذا هناك؟ ما هذا؟ لا أعرف ما هو. هاي، ماذا يجري؟ انظر إلى هناك ماكس. مؤكد أنه ديناصور ريكس. لا يزال شعرنا سليما. أين هو تيري؟ انظري، إنه هناك. النجدة، أنا لا أجد السباحة. النجدة، يجب أن تتعلم. في كل الأحوال لا تتمسك جيدا بوزنك، هذا تغرقنا جميعا. اهربوا. تيريكس يجيد السباحة. ممتاز. ما رأيكم ولو نؤجل المحادثة لوقت لاحق؟ واو، تيركس حقيقي. أبي، تنحى جانبا، انظر كيف يعمل الخبراء. إذا سيد تيركس، يسعدني لقاؤك. لقد مرت 65 مليون سنة، والآن استعد لتسقط بالفخ. أنا قادم إليك. أنا قادم. قطة فاشلة. ماكس،
ماكس، ما خذ استعمل هذا. ما هذا الشيء يا أبي؟ إنه مصمم ليعمل مثل حجرك بطريقة أسهل. يمكنك أن تستخدمه كي تكبر حجم تشوم. اقرأ التعليمات. سأثق بك وأقرأها لاحقا. جاء هذا الديناصور. أجل، أشعر أنني روبيان عملاق. ماكس، لن يتمكن ترايسيراتوبس من هزيمة تيركس أبدا. ماذا سنفعل؟ لا أعرف، ولكن يجب أن أفعل شيئا ما. لست واثقا مما قد تفعله هذه الورقة، لكني وضعتها في جهازك من باب الاحتياط. يبدو الوقت مناسبا لتجربتها. لن أخسر شيئا. تشومب، هل أنت بخير؟ إنه بخير. يبدو أن تيرانوسوروس ريكس تحول إلى ورقة أيضا. لما تقومون أيها المزعجون بإفساد كل مهماتنا المهمة؟ أنا أدعى ماكس، ولكن من أنتم؟ عصابة ألفا. نحن أسوأ كابوس، إلا إذا استيقظتم فورا. أوه، أنا أرسولا. أنا زاندر المدهش. وأنا إيد. هل فهمت أي شيء ماكس؟ هل كان هذا تهديدا؟ لست متأكدا. إذن ماذا تريدون منا؟ حسنا، هذا ما يجب أن نعرفه نحن. أنتم عليكم أن تجيبوا، صحيح؟ إذا عبثتم معنا مرة أخرى فسوف تندمون. هيا بنا فلنذهب. واو، إنها غريبة الأطوار. السيدة العجوز؟ عفوا، ماذا قلت يا سيدة العجوز؟ أنا لست عجوزا، أنا في سن المراهقة. ماذا قلت آد؟ هاي أبي، ما هذا؟ جهاز ألداينو. إنه شبيه بالحجر. أؤكد أنه أهم من ذلك. أجل، هذا الجزء هو المترجم، يحول أفكار الديناصورات إلى كلمات. سيمكنها التحدث معنا؟ نعم، ولدي واحد لريكس وواحد لزوي. أرجوكم ساعدونا.